واحد من اللعيبه اللي انا لازم اتكلم عليها النهارده وليا موقف معاه، الكابتن علي معلول. علي معلول اللي انا بعتبره مصري بادائه باخلاصه بروحه بكل مواقفه مع النادي الاهلي، ده تقدر تقول عليه تربى داخل النادي الاهلي. علي معلول من حوالي 3 سنين عملنا معاه لقاء داخل قناه النادي الاهلي. علي معلول مقل جدا في لقاءاته، من يوم ما جه مصر يلعب في النادي الاهلي عمل لقاءين في احدى القنوات واختصنا في قناه النادي الاهلي، وكنت انا المذيع، شرفت ان انا عملت هذا اللقاء مع الكابتن علي معلول. كان وقت الكورونا واللعيبه قاعده في البيوت، جاله عرض كبير جدا من احدى القنوات بمبلغ كبير جدا علشان يعمل مع هذا اللقاء. هو قال لهم لا، انا قلت قناه النادي الاهلي هي اللي اختصها الاول باللقاء وبعد كده اي قناه. كان ليا الشرف ان انا عملت معاه لقاء كان من اهم اللقاءات في قناه النادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه لعيبه بتبيع النادي الاهلي وتمشي، اختصنا باللقاء ده. تعالوا ارجع افكر حضراتكم بجزء من اللقاء وحديث علي معلول عن النادي الاهلي وجمهوره. لا انا اول مره يعني افتكرت، والله افتكرت اني انا مصري مش تونسي في اللحظه دي. انت قلت انت مصري، المسانده اللي لقيتها من جماهير النادي الاهلي حسيت اني انا واحد منهم. يعني الناس كل وقفت معايا، الناس كل كلمتني، الناس حتى على الفيسبوك على الانستغرام، يعني حسيت اللي انا ننتمي لجماهير النادي الاهلي. فحبيت نشكرهم على الفتره الصعبه هذيك وعلى وقوفهم والمسانده الكبيره اللي لقيتها. انا من اول ما جيت النادي الاهلي تقريبا كل ميركاتو يجيني عرض ولا اثنين. يعني حتى كان النادي فكر انه باش يبيع علي معلول، لكن انا كان عندي ايمان كبير اني انا مش نقعد في النادي الاهلي ونوصل لمرحله انه النادي الاهلي ما عادش يفكر انه بيستغنى على علي معلول. والحمد لله العرض ممكن اكبر عرض بتاع السنه اللي فاتت اللي انت كان الاكبر. كان اكبر للنادي ولعلي معلول. لكن حبي للنادي وحبي للجمهور والنادي لما تكلمنا مع بعضنا كان عنده راي اني لازم نكمل في النادي الاهلي. انا يربطني عقد بالنادي الاهلي عقد احتراف صحيح، لكن عندي عقد حب واحترام للنادي. قالوا لي علي معلول ماكش مش تخرج من النادي الاهلي، انا عندي عقد مع النادي لازم نكمل العقد بتاعي لاخر مده فيه، واذا علاش لا نعاود نمدد في العقد بتاعي مع النادي الاهلي، خاطر الصراحه مكان يخليك ان انت تبدا فرحان انك تكون موجود فيه الصراحه. يعني وانت بيجي لك عقد ودايما بتفكر دايما حاطط جمهور النادي الاهلي اكيد قدامك، اكيد نفسك تختم حياتك في النادي الاهلي؟ يا رب ان شاء الله، لو لينا نصيب نختم ان شاء الله. ده واحد من اهم نجوم لاعبي النادي الاهلي، علي معلول. مش بالكلام، ارجع شوف الارقام، شوف الاهداف، شوف صناعه الاهداف. ده علي معلول. علي معلول اللي دايما بيكون متواجد في المحافل الكبيره. علي معلول اللي رصيده كبير جدا يسمح حتى لو اخطا في مباراه وخسرنا فيها، تاريخه بيسمح ان هو فرحنا كتير. علي معلول والشناوي والسلية وعبد المنعم، قفشه وشريف وبرسيتا وكل اللعيبه دي. علشان كده النهارده رساله لعيبه النادي الاهلي في مباراه يوم الخميس، احنا بنلعب كوره، كوره وارد فيها الخساره وارد فيها المكسب، لكن دايما وانا نازل المباراه عندي شيء انا بملكه في ايدي ما ينفعش ان انا اتخلى عنه، ودايما ده بيميز النادي الاهلي عن اي نادي، الروح القتاليه داخل الملعب.